لا المعايير هسه هم قلت لك معايير علاقات ومجاملات حتى الأندية تجامل على حساب مصلحة فريقها. طبعا أنا راح أتكلم كلام بس ما راح أسمي. ما تسوي لي جدول. لا ما أسوي. شوف تصور حتى على صعيد مسؤولين كبار بالدولة وعلى صعيد برلمانيين يتصلون من أجل خلوا سمير أو خلي غيث يتوسطون. أنا أقول لك هذا سياسيين موجود. هذا هاي إذا قدرنا نقضى عليها كهيئات إدارية محترمة. من كنت رئيس نادي يخابروك سياسيين يقول لك خلي فلان مدرب؟ لا يخابروني يعني مو بطريقة الأمر. ها. مو بطريقة الأمر لا بطريقة إنه هذا كابتن علي سالم خوش مدرب. ممكن تخلي كابتن غيث خوش مساعد. ممكن تخلي وقع فلان لاعب جيب فلان. بس أنا أحكي لك المعيار والمقياس الحقيقي. أولا على الأقل فت 5 سنوات مشتغل عدة إنجاز عدة مقبولية الكاريزما مالته إيش خرج لاعبين شنو الإيجابيات مالته شنو السلبيات مالته على ضوها أنا أخلي هذا لها. مو أنا أجي دمرت فريق رتهبطه وأجي أصير مدرب منتخب أو منتخب هذا كافي أستاذ علي صراحة. يعني سمير كاظم طيب سمير كاظم خوش ولد سمير كاظم كافي يا أخي. إحنا خلينا نشوف الكرة العراقية وين وصلت. يحكي كابتن هاي كلها إيش أدت؟ أدت إلى امتعاض وسخط من الجماهير. ليش؟ لأن أنت راح تجي اختياراتك راح تكون خاطئة.